وأرسنال الأسبانية قالت إن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك انضم لكتيبة المدافعين عن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعد البداية السيئة. وقال فان دايك: لا أفهم سبب انتقاد محمد صلاح وإدعاء بعده عن مستواه. أنا أعتقد إنه في العام الماضي حقق الأرقام نفسها اللي بيحققها دلوقتي ولم يكن هناك أي مشاكل ولم يتحدث أي شخص حول وجود مشكلة. وقال كمان إن من الواضح إن صلاح مدرك إنه لابد أن يكون أفضل وإنه يفعل أفضل ما لديه، لكنه يعطي كل قوته، وأنا متأكد حول عدم وجود قلق متعلق بشأنه. أنا دائما أنظر للجانب الإيجابي. سريعا نروح معاكم لفقرة السوشيال ميديا اللي دايما بنتابع فيها أهم اللي نشر نجوم كرة القدم سواء محليا أو عالميا على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. هنبتدي معاكم بعمر السولية لاعب النادي الأهلي اللي نشر على انستجرام صورة من التدريب مع وليد سليمان ومحمد هاني ومؤمن زكريا. كمان نشر أيمن أشرف على تويتر صورة لي من تدريب امبارح مع عمرو جمال وكتب الغزالي. عمرو جمال بقى نشر النهاردة على تويتر صورة من التدريب وكتب: أنا لا أخسر أبدا، أما أن أفوز أو أتعلم. كمان أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي نشر على تويتر صورة لمنتخب مصر لشباب كرة الصالات وكتب: مبروك الميدالية البرونزية لشباب منتخب مصر لكرة الصالات في أولمبياد الشباب، ما فعلتوه إنجاز يستحق الإشادة من الجميع، مبروك. عالميا بقى شارك اكتر من لاعب في دعم مرضى سرطان الثدي، واحنا طبعا في شهر اكتوبر بيعتبر الشهر العالمي للتوعيه بمخاطر المرض. ليونيل ميسي نجم برشلونه الاسباني شارك كمان في وضع حق جر اساس لمستشفى برشلونه لعلاج سرطان الاطفال، نشر صوره على الانستغرام للشعار الوردي لحمله التوعيه وكتب: بالامس مع الصغار واليوم مع كل السيدات التي اضطررن للقتال والاستمرار في ذلك، سنواصل تقديم الدعم لمحاربه هذا المرض القاسي. كمان نشر لويس سواريز لاعب برشلونه الاسباني صوره على الانستغرام وكتب: اليوم العالمي ضد سرطان الثدي، المزيد من القوه للجميع. نشر أنتوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد الأسباني صورة على تويتر وكتب: إلى كل من يقاتل السرطان لكم كل الدعم والمودة مني، أنت لست وحدك. كمان ديبالا نجم اليوفنتوس الإيطالي نشر صورة وردية على تويتر وكتب: شريط وردي لدعم كل الأمهات التي يعانين من سرطان الثدي. كمان مسعود وزال نجم أرسنال الإنجليزي نشر على إنستغرام صورة مع أطفال مؤسسة ترايد أوف سون شاين الخيرية وكتب: حفل عيد ميلاد رائع مع أطفال المؤسسة، لا يوجد أفضل من رؤية هؤلاء الأطفال سعداء. أوباميانغ بقى لاعب أرسنال الإنجليزي نشر فيديو على تويتر من زيارة النجم الإنجليزي آين رايت لتدريب الفريق وكتب: سعيد لرؤيتك، لدينا أسطورة على ملعب التدريب. حذاء لطيف بالمناسبة. نروح نشوف الفيديو ونرجع تاني. كمان الاسباني فرناندو تاوريس لاعب اتلتيكو مدريد الاسباني السابق وسغان توسو الياباني الحالي نشر صوره على الانستغرام من فوز فريقه النهارده على بيكالتا في الدوري 3-2، احرز تاوريس الهدف الثاني وكتب: هذا الاحساس، احسنتم اداء رائع من الجميع. دييغو جارين لاعب اتلتيكو مدريد نشر صوره على تويتر من رحله الفريق لمواجهه فياريال في الدوري الاسباني وكتب: غريزمان مداعبا لانخيل ماريا. معلش الدنيا هنا. طيب الى فيا ريال ببدله جديده على حد علمي تبدو جيده. كمان نشرت صفحة بلاتشر فوتبول على الفيسبوك فيديو للعيبة أتلتيكو مدريد وكتبت: كل ما تحتاجه فقط هو كورة وطاولة واثنين من زملائك في الفريق لتقضي وقت ممتع كما فعل لاعبو أتلتيكو مدريد. نروح للفيديو نشوفه مع بعض. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
كمان نشر إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة صورة من تدريب الفريق وكتب جاهزين لمباراة بكرة دايما ما تكون مميزة مع إشبيليا. كمان نشرت صفحة نادي ريال مدريد على انستغرام فيديو لواحد من أهداف لويس فيجو نجم الفريق السابق وكتب يا لها من تسديدة. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. بنوصل معاكم دلوقتي لفاصل، هنرجع من الفاصل ونستقبل ضيفنا النهارده استاذ عمرو فوزي الناقد الرياضي في الاهرام. اهلا وسهلا ومرحبا.